ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف منازل المواطنين بالطيران المسير في منطقة مرخزة شمال محافظة الضالع. دفاعات الجيش الوطني تتصدى لطائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الضباب غرب مدينة تعز. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر جديدة وسط وجنوب غزة. حياكم الله وأهلا بكم إلى التفاصيل. بحث وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي مع وكيل وزارة الطاقة والمعادن العماني محسن الحضرمي سبل آليات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين بمجالات التعدين والطاقة، وتناول اللقاء على هامش مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثالثة المنعقد في العاصمة السعودية الرياض جملة من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالفرص الاستثمارية الواعدة وتحفيزها. وأكد الوزير الشماسي أهمية تعميق العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الشقيقين بمجالات التعاون والعمل بالطاقة والمعادن، وتعزيز الجهود عبر تشكيل اللجان المشتركة لتبادل المعلومات والدراسات لتنسيق العوامل والفرص المشتركة والعمل لتقديم التسهيلات أمام شركات القطاع الوطني والخاص للاستثمار بين البلدين والاستفادة من الخبرات المشتركة. من جانبه أكد وكيل وزارة الطاقة والمعادن العماني استعداده للتعاون بين البلدين لتنشيط الفرص الاستثمارية المشتركة الواعدة وتحفيزها بين البلدين الشقيقين. وقع بمدينة الرياض اتفاقية تنفيذ مشروع الوصول إلى التعليم في الريف بمحافظات حضرموت شبوة المهرة ولحج بمساهمة ثنائية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة العون للتنمية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. في إطار مسار المشاريع المتنوعة المقدمة لبلادنا في كافة المجالات التنموية، وقعت الخميس 11 من يناير 2024 ميلادية في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمدينة الرياض اتفاقية تنفيذ مشروع الوصول إلى التعليم في الريف في 4 محافظات يمنية هي حضرموت وشبوة والمهرة ولحج بمساهمة ثنائية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومؤسسة العون للتنمية، بهدف تأهيل 150 معلمة للعمل في الريف وللمساهمة في زيادة معدلات الفتيات في ريف بلادنا، وذلك بحضور كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المكلف الدكتور واعد باذيب، ووزير التربية والتعليم طارق العكبري عن بلادنا عبر الاتصال المرئي، وكذا المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير الدكتور محمد سعيد آل جابر. برنامج السعودي لتنمية وإعمار اليوم وقع اليوم عقد شراكة مع مؤسسة العون للتنمية لتدريب وتعليم 150 طالبة في دبلوم تربوي بالتنسيق والتعاون مع الحكومة اليمنية. الحقيقة هذا مهم جدا للفتيات في الأرياف. هؤلاء الطالبات سيتم تعليمهم وتدريبهم ومنحهم شهادة دبلوم معترف بها من وزارة التعليم اليمنية، وسيتولى البرنامج الدعم وتمويل هذا المشروع. سيدار المشروع بشكل كامل مؤسسة العون مع وزارة التربية والتعليم اليمنية، وسيكون له أثر كبير في المساهمة في رفع مستوى التعليمي في الأرياف في الجمهورية اليمنية، وهذا سيسهم بلا شك في الحد من الأمية ويرفع مستوى التعليم ويزيد من حجم الإقبال العمل. في نهاية هذا الدبلوم سيتم توظيف هؤلاء الطالبات ليكونوا معلمات في هذه المدارس المختلفة في الجمهورية اليمنية. وقع الاتفاقية عن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس مساعد المشرف العام على البرنامج، فيما مثل مؤسسة العون للتنمية الدكتور عبد الله عثمان المدير التنفيذي للمؤسسة. هذا المشروع جاء بناء على احتياجات في ميدان التربية والتعليم
رفعت من قبل وزارة التربية والتعليم، وبناء على أيضا قصص نجاح عملت في بعض المناطق الريفية جاء هذا المشروع، وهو الوصول إلى التعليم في الريف ليحل مشكلة تسرب الفتاة وكذلك مشكلة الارتفاع معدل نسبة الأمية. هذا المشروع سيستهدف 150 طالبة ليصبحن معلمات بشهادات دبلوم في التعليم من قبل معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم. هذا المشروع بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، هذا المشروع سيحقق قصص نجاح في ارتفاع نسبة معدل التحاق الفتيات بالتعليم. يأتي هذا المشروع للمساهمة في زيادة معدلات تعليم الفتيات في الريف وتحقيق المساواة بين الجنسين في الفرص التعليمية، والذي سينعكس على وجود فرص عمل للفتيات وتحسين المستوى المعيشي لهن من خلال تشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم العالي والحصول على دبلوم ما بعد الثانوية وتعزيز المهارات الحياتية لهن. تم بعون الله اليوم في إطار التوجيهات الحكيمة لقادة البلاد توقيع مذكرة مع مؤسسة العون للتنمية لتدريب المعلمات في الريف. المشروع يهدف إلى تدريب وتثقيف معلمات الريف وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وذلك من خلال المعاهد المتخصصة لوزارة التربية والتعليم في اليمن. وسيتضمن المشروع تدريب حوالي 150 معلمة من معلمات الريف، وهذا سيساعد الطالبات على مواصلة التعليم وتخطي العقبات التي يواجهونها حاليا. مشروع جديد في التربية والتعليم مقدم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لبلادنا اليمن. عيسى المرشدي، قناة عدن الفضائية، الرياض. ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري بالعاصمة المؤقتة عدن مع الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء فضل الشاعري آليات التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. وفي اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح ورئيس دائرة السلطة المحلية بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء محمد عبد الحميد، تم مناقشة مستوى التنفيذ لخطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء للعام 2023 وخطة الوزارة ضمن المجلس العام 2024، ومستوى تنفيذ القرارات التي تخص الوزارة فيما يتعلق بتعزيز وتنمية الموارد المالية المحلية والمشتركة وغيرها من القرارات والتعاميم التي تخص السلطات المحلية ووحداتها الإدارية. وأشاد الوزير الأغبري بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة بمجلس الوزراء للتنسيق والتعاون التام مع كافة الجهات ذات العلاقة. من جانبه أعرب الشاعري عن شكره وتقديره لقيادة الوزارة وموافاتهم بكافة التقارير المالية والإدارية لمخرجات أجهزة السلطات المحلية ورفعها للأمانة العامة بمجلس الوزراء. شنت ميليشيا الحوثي الإرهابية قصفا مكثفا بمقذوفات طيرانها المسير على عدد من منازل المواطنين في منطقة مرخزة شمال محافظة الضالع. وقال مصدر محلي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية شنت بثلاث طائرات مسيرة قصفا باتجاه منازل المواطنين. أدى القصف إلى إصابة طفلين بجروح طفيفة وتضرر مركبتين مدنيتين ونفوق عدد من الأبقار والأغنام، إضافة إلى أضرار في المنازل بمنطقة مرخزة شمال غرب مديرية قعطبة. وأضاف المصدر أن الميليشيا الحوثية استهدفت منازل المواطنين بشكل مباشر دون وجود لأي مظاهر عسكرية. وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المدنيين في مختلف المحافظات. قال مصدر عسكري إن دفاعات الجيش الوطني في تعز تصدت لطائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المحافظة. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن دفاعات الجيش تصدت لطائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الضباب غرب المدينة. ويأتي هذا التصعيد للميليشيا الحوثية الإرهابية ضمن سلسلة واسعة من الخروقات والاعتداءات المتكررة على المواقع العسكرية التابعة للجيش الوطني.
أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال 10 مجازر جديدة في القطاع خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 112 شهيد وأصيب 194 آخرون، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23469 شهداء و 59604 جرحى منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي. وأضافت وزارة الصحة أن الوضع الصحي في مستشفيات جنوب قطاع غزة كارثي للغاية نتيجة الاكتظاظ بالجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، وطالبت المؤسسات الأممية بالتدخل العاجل لتوفير المياه والطعام والمأوى للنازحين قبل وقوع كارثة إنسانية. إلى ذلك أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد الصحفيين فؤاد أبو خماش ومحمد الثلاثيني في قصف استهدف منزليهما، ما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 117 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع. أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 323 نازحا داخل مراكز الإيواء التابعة لها، وأصيب 1142 نازحا منذ بدء العدوان على قطاع غزة. ووثقت الأونروا تعرض 222 مبنى تابع لها لاعتداءات مختلفة، لافتة إلى أنها قدمت الرعاية الصحية لنحو 19649 مريضا داخل مراكز الإيواء، مبينة أن 85% من سكان قطاع غزة نزحوا عن منازلهم. وأشارت إلى أن 146 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي. ناقش اجتماع موسع برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي بعدن الالتزام بالمواصفات القياسية المعتمدة واللوائح الفنية وسبل تحسين منتجات المصانع الوطنية. وأجرى خلال الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الصناعة علي الشرفي ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن أبو بكر باع عبيد وممثلين عن المصانع الوطنية التطرق إلى اشتراطات ومتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة ومناقشة تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تأمين المخزون الغذائي الاستراتيجي وحلحلة الإشكالات والتحديات التي تواجه الحركة التجارية ووضع الرؤى والمقترحات الكفيلة بتسهيل انسياب السلع الغذائية والاستهلاكية بسلاسة ويسر بين المحافظات، خصوصا مع تحول آلية تفتيش السفن التجارية إلى ميناء عدن. وأكد نائب الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم كل الدعم لقطاع الصناعات والمنتجات الوطنية التي تمثل أهم الركائز الرئيسية لتنمية الاقتصاد الوطني. بدورهم أكد المجتمعون على أهمية تحسين منتجات المصانع الوطنية والتقيد الصارم بتلك الاشتراطات والمواصفات والتعاميم الصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وبما يضمن حماية حقوق المستهلك وصحته وسلامته. وقع وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع الحج والعمرة مختار رباش بمدينة جدة 3 اتفاقيات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بلادنا. وأوضح رباش أن الاتفاقية الأولى التي وقعت مع وزارة الحج السعودية تتعلق بتنظيم مسارات حركة حجاج اليمن بعد وقوفهم بعرفات وتوجههم نحو مشعر مزدلفة ثم مشعر منى ثم الحرم المكي لأداء طواف الإفاضة وعودتهم إلى مخيماتهم بمشعر منى وفق جداول محددة ومزمنة ومنسقة مع حركة حجاج بعثات الحج الإسلامية بهدف تسهيل المرور وتخفيف الزحام وضمان عدم حدوث التدافع والزحام، كما جرى توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مكتب الوكلاء الموحد المتخصصة باستقبال الحجاج في المنافذ البرية والبحرية والجوية واستقبالهم والإشراف على إنهاء إجراءاتهم حتى وصولهم الأراضي المقدسة. ووقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع النقابة العامة للسيارات المعنية بترتيب وتنظيم خدمات نقل الحجاج بالمشاعر المقدسة. 3 اتفاقيات مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بما يخص الحجاج وتسهيل تفويقهم. الاتفاقية الأولى كانت مع وزارة الحج والعمرة السعودية في إدارة النقل والتفويق. تفويق الحجاج من عرفة إلى مزدلفة
ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى الجمرات، ومن الجمرات إلى طواف الإفاضة إلى الحرم. هذه الاتفاقية هي الأولى في نوعها في هذا العام، وهي تركز جيدا على ساعات مغادرة الحجاج من مشعر إلى مشعر لجميع حجاج الدول حتى لا يكون هناك أي تزاحم أو تدافع، ويمشي الحجاج من مشعر إلى مشعر بانسيابية وسهولة ويسر. أيضا تم توقيع اتفاقية مع الإخوة في شركة الوكلاء الموحد، وهذه الاتفاقية تهتم باستقبال الحجاج في المنافذ الجوية والبرية، أيضا تسهيل دخولهم، وأيضا مغادرتهم إلى الأراضي اليمنية وغيرها من البلدان. الاتفاقية الثالثة كانت مع النقابة العامة للسيارات، وهي تخص نقل الحجاج بين المشاعر والاهتمام بطريقة نقلهم من المساكن في مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة والعودة بانسيابية ويسر وسهولة. قامت لجنة من وزارة الدفاع بالزيارة التفقدية إلى المتحف الحربي بالعاصمة المؤقتة عدن للإطلاع على حجم الأضرار التي لحقت به خلال الحرب الحوثية على مدينة عدن. وضمت اللجنة كل من قائد الشرطة العسكرية اللواء الركن محمد صالح الشاعري، ونائب رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن علي منصور الفضلي، واللواء الركن عبد الحكيم الشعيبي مدير مكتب وزير الدفاع. أوضح اللواء الشعيبي أن الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير الدفاع على فريق الركن محسن الداعري بهدف الاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمتحف الحربي جراء قصف ميليشيا الحوثي الانقلابية خلال حربها على مدينة عدن والتي طالت العديد من المعالم والآثار التاريخية. وأشار اللواء الشعيبي إلى أن مهمة اللجنة هي تقييم الأضرار وتحديد احتياجات المتحف، ورفع تقرير إلى وزير الدفاع الذي وجه بإعادة تأهيله وصيانته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفتح أبوابه للزوار. ودعت اللجنة إلى تشجيع المواطنين بالمبادرة إلى تسليم أي مقتنيات أو قطع خاصة بالمتحف تم الحصول عليها أثناء أو بعد الحرب باعتبارها إرثا حضاريا تتعاقبه الأجيال، ويجب الحفاظ عليه وعودته إلى مكانه الطبيعي في المتحف الحربي. تكليف من معالي وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري، تم النزول اليوم إلى المتحف العسكري في مدينة كريتر، إلى هذه المدينة الجميلة، وتفقدنا المتحف العسكري وما حصل له من تدمير ونهب وسرق لهذه الممتلكات التي هي تعبر عن آثار بلادنا منذ الاحتلال البريطاني وما قبل الاحتلال البريطاني. نأمل من الله وبفضل الله ثم بفضل معالي وزير الدفاع أن يعود هذا الصرح إلى ما كان عليه سابقا، ونتمنى من الجميع ومن كافة الأخوة المواطنين الذين تمتلك أو يمتلكون بعض المقتنيات الخاصة بالمتحف أن يعودها إلى هذا المتحف الوطني الذي يظهر صورة بلادنا وصورة مدينة كريتر. نبقى الآن مع حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. ولمن فاتته تفاصيل هذه النشرة، هذا تذكير لأهم ما جاء فيها من عناوين. ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف منازل المواطنين بالطيران المسير في منطقة مرخزة شمال محافظة الضالع.
دفاعات الجيش الوطني تتصدى لطائرة مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة الضباب غرب مدينة تعز. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجازر جديدة في غزة ويكثف قصفه وسط وجنوب القطاع. وللمزيد من الأخبار والبرامج يمكنكم زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام وتليجرام، وكذلك قناتنا على اليوتيوب. وانتم الوطن بخير، في أمان الله.